تواصل أنقرة تدخلاتها العسكرية المتصاعدة في ليبيا من خلال استمرارها في إرسال الفصائل المتطرفة والإرهابية إلى البلاد، وذلك لتقديم الدعم والمساندة لحكومة الصخيرات في صورة واضحة لنشر الإرهاب والتطرف وزعزعة أمن واستقرار المنطقة. فقد كشفت مؤخرا إدارة التوجيه المعنوي عن إرسال تركيا لأخطر قيادي في تنظيم داعش الإرهابي يدعى فيصل بلو إلى الأراضي الليبية لمساندة حكومة الصخيرات، مشيرة إلى أن الاستخبارات التركية اجتمعت في شهر مارس الماضي مع قيادات من تنظيم داعش الإرهابي، وكان بلو على رأسه آلاء القيادات. كما أن القيادي الإرهابي بلو كان من ضمن 4 أشخاص قاموا بإعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا أمام أنظار العالم، حيث أنه كان يوصف بأمير الجماعة المتطرفة في منطقة تل أبيض السورية. إلى جانب ذلك، لا يزال النظام التركي يستمر في تحشيد المرتزقة السوريين إلى طرابلس، وذلك لاستخدامهم كورقة لاستمرار حالة الفوضى في البلاد عبر تدريب هؤلاء المرتزقة في الأراضي القطرية لترسلهم من بعد إلى ليبيا. حيث كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان مؤخرا عن نقل 400 مرتزق سوري إلى قطر للتدريب، مشيرا إلى أن تركيا توهم المرتزق السوريين بنقلهم إلى قطر لحراسة مؤسسات حكومية ثم تنقلهم إلى ليبيا. كما أكد أن تركيا نقلت 300 مرتزق من الفصائل الموالية لها إلى طرابلس خلال اليومين الماضيين، ليرتفع بذلك عدد المرتزق الذين أرسلتهم تركيا لليبيا إلى 17,300 مرتزقا سوريا.